Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et les formateurs de centre, mesdames et messieurs les stagiaires, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation à la première édition de l'événement de soutenance des projets de fin de formation du centre. C'est un honneur pour moi et tous les stagiaires d'avoir participé à cet événement. Madame Hilali Fatem Zahra, directrice du Centre socio-éducatif de développement des compétences des jeunes. Donc c'est avec une immense fierté et une grande joie que le Centre lance aujourd'hui la première édition de la cérémonie de soutenance de projets de fin de formation pour les filières infographie et les filières gestion des entreprises. Donc c'est une occasion qui marque un moment clé dans la vie académique de nos étudiants. Où on met en lumière tout le savoir et les compétences des talents de nos stagiaires acquis tout au long de la formation. Leurs projets sont le fruit de dévouement, d'innovation et de créativité. Ils témoignent la qualité et l'enseignement dispensé au centre. Donc je tiens à remercier nos stagiaires qui ont participé de proche ou de loin à la planification de cet événement, ainsi que le travail acharné et l'engagement de nos formateurs du centre. Salam alaikum, Maakoum Jaoud Laouad, un stagiaire de filière la gestion des entreprises, option commerce marketing. Inch'Allah, اليوم كما نقدموا لكم الصومونس ديالنا اللي بريبارينا ليها دو موا الاخرين، وهذا الشيء حاصل المجهود ديال العامين اللي قريناها واللي اكتسبنا منها مجموعه من المكتسبات والمهارات اللي حاولنا باي طريقه باش نطبقوها وباش نوصلوا هذاك الشيء اللي تعلمنا، وكما تنقولوا نحمروا وجوه الاساتذه ولي بروف ديالنا اللي خدموا معنا الدوزون الاخرى. وكما تنبغي نشكر المديره ديالنا مدام فاطمة الزهراء الهلالي ومدام رجاء، وتنطلبوا منهم السماح على التمر اللي ضربوا معنا، وان شاء الله يكون هذا المشروع عرب محبه بيناتنا ان شاء الله. أمزيان كريم، مدير مركب التكوين المهني سالة جوج. اذا بالاضافه للتكوين التقني التي تلقاوه المتدربين ديال التكوين المهني بمركب التكوين المهني سالة جوج، تتحرص الاداره ديال المؤسسه وديال المركب على تلقينهم عده كفاءات اضافيه، ومنها تقديم عروض وورشات ومشاريع، وهذه فرصه لهؤلاء المتدربين والمتدربات لتطوير كفاءاتهم في التواصل وفي البحث عن المعلومه. كما تعلمون في هذا العهد الجديد ان المعلومه متوفره عند الجميع، ولكن تبقى المسؤوليه ومن الواجب عند المتدرب انه يعرف ويتمكن انه يبحث على هذه المعلومه. ولهذا احنا حريصين ان نشجع الوليدات ديالنا انهم يطوروا هذه الكفاءات هذه ونشجعهم عليها. فيما يخص النشاط ديال هذا اليوم، هو نشاط كان بمبادرة الإدارة من أجل تشجيع المتدربين المتفوقين في هذا المجال وتطوير كفاءاتهم التي كما تعلمون تخول لهم تطوير كفاءات من أجل حظوظ أوفر لولوج سوق الشغل. كما تعلمون أن سوق الشغل لا يعتمد على الكفاءة التقنية فقط، بل يعتمد على عدة كفاءات أخرى. السلام عليكم، الاسم ديالي نورة محسن، متدربة في التكوين المهني في سالة حي الرحمة شعبة الانفوغرافي. اليوم عندنا الحفل النهائي لتقديم المشاريع ديالنا، وعندنا لي سوتنونس غنقدموا اليوم لي بروجي ديالنا اللي تصاوبوا من الاول العام وحنايا كنخدموا عليهم. كاينين دي بروجي غيال، كاين داكشي ملموس، وان شاء الله كلشي غادي تشوفوه اليوم مع لي ستاجير ديال الانفوغرافي وديال جيستيون دي زونتربريز. حسناء الشهابي، أمينة مال مركز السوسيو تربوي لتنمية كفاءة الشباب بحي الرحمة سالة. إذن النشاط اليوم فهو أنقل نيالي، هو ماشي فقط نشاط، هو يوم الاعتراف بامتياز، لأن هذا اليوم هذا فكيجي نتيجة لعدة تراكمات لعدة اجتهادات من شباب المركز المنخرطين في هذا التكوين، واليوم فهو يوم أكيد احتفالي من أجل التتويج بأعمالهم باجتهاداتهم وكذلك بالمشاريع اللي قدموها أثناء المسار التكويني ديالهم وكذلك المسار التأهيلي بهذا المركز. وبالتالي
شكر خاص لكل الأطر الصاهرة على هذا التكوينات، وبالتالي كذلك الطاقم الإداري والطاقم التربوي وكذلك الطاقم النفسي وكل ما يتعلق كذلك بالشبكة الجمعوية المسؤولة والصاهرة عن تسيير هذا المركز السوسيو تربوي لتنمية كفاءات الشباب. معكم محمد فرحات، متدرب في شعبة الانفوغرافي، مركز الاجتماعي التربوي للتنمية والكفاءات الشباب حي الرحمة. احنا في إطار تقديم المشاريع الخاصة ديالنا، بما أننا قدرنا أننا نقدموا مشروع ديالنا هو عبارة عن الزواقة ديال الزليج البلدي. تنشكروا جميع الأساتذة اللي عاونونا هذا العام وضربوا معنا تمارة، منهم الأستاذة فتحة عيش حفيظ، تنشكروا الإدارة كاملة منهم مدام رجاء، مدام هلالي وكاع الأطر التربوية ديال هذا السونتر. est accordé à deux projets. Le projet réalisé par Boudina, donc Kitari, marque de café. Le deuxième projet, Del Soufiane, décoration avec un petit peu. Donc, concernant la filière gestion d'entreprise, option commerce, donc on félicite. Voilà donc commerce, donc c'est le prix d'excellence, il est accordé par tous les jurys, tous les membres du jury. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.